التزويق على البلور هو سعة فن قديم ياسر، كانوا يستعملوا فيه برشا في الكنائس والمنامنمات العربية، معناها في كانوا يجسموا معناها يعملوا الحقبة التاريخية في المنامنمات بواسطة الرسم على البلور. الرسومات هذه كانت كفترة تاريخية، معناها تعبر على التاريخ. توا زاد موجود بطريقة ياسر كبيرة. علاش؟ خاطر هو الأساس في الرسم. علاش نعتبروه أساس؟ خاطر أول حاجة يعلمنا كيفاش وضع الصورة في إطارها، كيفاش ناخذ القياسات الصحيحة، ثم كيفاش نرسمه حتى كان ما نعرفوش نرسمه. عندنا محامل مسطحة ومحامل ثنائية البعد، لكن الرسم في المحامل المسطحة أسهل ياسر. هنا نتعرفوا على الألوان الأولية، على الألوان الثانوية، على المزج بين الألوان، على طريقة التوازن اللوني. ثم عندنا الرسم الثنائي البعد اللي كيما الكؤوس، كيما المزهريات، كيما الحاويات الحلوة. برشا حاجات كيما البيبان نزوقوهم بالمادة البلورية، وبرشا حاجات معناها نجمو نخدموها ونستغلوها ونوظفوها في المنازل. راهو فيها اما توا راهم كان في الكيسان، ما نعرفش وين نسمعوا، ما نعرفش. اما قبل البلار البيبان نتاعنا شطر تلقاه لوح شطر بلار، الكل هذاك بالدهن هذاك، توا ما عادش شرا فيه. أما بدا يرجع بشوي بشوي. توا فما برشا طرق عصرية اللي تواكب العصر وتطورنا برشا في الخدمة متاعها. هي تقنية الزفتي مثلا، فيها تقنية الزفتي والورق الورق الذهبي، طريقة ياسر مزيانة حلوة برشا ومتداولة برشا. وليت الورق الذهبي هذايا اللي نعملوا به اللوح، نقولوا الورق البندقي هذايا نعملوا به البلار. ثم عندنا المربري اللي هو الرخامي، زادا نخدموا به ياسر مزيان. فما طريقة أخرى، وكل طريقة عندها تقنيات وعندها مراحل باش نجموا، وكل مرحلة فيها تشيح وبعد نخدموها وبعد نعملوا المرحلة الثانية، كل طريقة والمرحلة متاعها.